اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام منور. نورك يا ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير والمدير الفني الكبير ايضا كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ مشرف ومنور. وحشني حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن عادل. هبدا مع حضرتك على طول. بكره عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار. البعض واخد الموضوع من ناحيه التهريج والهزار وكده، ان احنا يعني اقل من منتخب الايفواري وبالتالي لا نستطيع الفوز عليه. راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرايين لازم نحترمهم، لكن السخريه لا. يعني انا مش مع السخريه. انا لما بنقد عشان ابني، مش بنقد علشان ان انا انال من منتخب بلدي. يعني فيمكن الراي الاولاني بنى على اللي حصل في البطوله العربيه والتصفيات، ما كانش الاداء جيد. وكان دايما في التغييرات وفي البدايه في التشكيل كان دايما بيبقى فيه علامات تعجب شويه، وخاصه للناس اللي هم يعني بيفهموا في الكوره. وطبعا الشعب المصري كله ما شاء الله كلهم يعني عندهم الذوق والحلاوه في الاداء في الكوره، وبيحكموا على الاداء ده من خلال الرؤيه، من خلال التشكيل. تسال اي حد في الشارع يقول لك التشكيل الفلاني هو الصح، وتلاقيه فعلا دي مش مهنته، ولكن عنده الحس الوطني انه عايز منتخب بلده دايما طبعا. كل واحد بيلعب في مركزه. الجانب الاخر برضو تصريحات المدير الفني كانت دايما احيانا بتبقى مش مناسبه في توقيتات معينه. فده اللي خلى في نوع شويه من القلق، لكن كل ده بيتحط على جنب واحنا بنفكر في بكره. احنا البطوله العربيه برضو يعني مش لم نتفوق فيها، لانه كان هناك اختيارات كانت عشوائيه، وكان في ناس عندهم خبرات دوليه كتير جدا. الخبرات دي للاسف ما اتخذتش. في المرحله دي اعتقد انه ما عندناش غير ان احنا بنساند الفريق، على الرغم من ان برضو يعني في مشكله عندنا باك رايت بعد اكرم ما اصيب. كان ممكن يبقى في هاني موجود، كان في باهر محمدي في الاسماعيليه بيلعب، وكان قبل كده في منتخب مصر، فانا كان يبقى معايا بدل ما اضطر ان انا اخلي عمر عبد الواحد يلعب باك رايت لما كان عندي باهر وعندي هاني. بس هو لعبه في كاس العرب، يعني جربه في كاس العرب كباك رايت عمر كملعب واحد. كاس العرب كان كل الفرق رايحه بالصف الثاني، معظمها نعم. رايح بالصف الثاني. فانا برضو يعني ده انا بقول الرايين، لكن احنا دلوقتي في الليله دي كده ان شاء الله كلنا متفائلين ان منتخب بلدنا النهارده احنا بنلعب فرقه قويه جدا، معدننا بيبان في الوقت ده. حتى لو انا ما عنديش مدير فني، وطبعا ده طبعا مش مظبوط، يعني عندي انا مدير فني كبير وعنده خبرات، لكن هو ورانا وجه يعني ما ريحناش شويه. لكن اعتقد انه مع الجهاز الفني، مع شاف قد ايه الشعب المصري محتاج لنجاح ومحتاج لاداء جيد ومحتاج لنتيجه، وبالتالي اعتقد انه بكره ان شاء الله يكون في اداء افضل وتشكيل بدايه افضل وقرايه للفرقه افضل باذن الله. كابتن ماهر. بص اسلام، يعني عايز اقول لك ان التاريخ يقول ان مصر افضل من الكاميرون في جميع المراحل كاس الامم الافريقيه. بالظبط. سوري اسف. فيعني لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان احنا تفوقنا عليهم بشكل كبير جدا في جميع الدورات. مظبوط. اللي احنا شاركنا فيها. لكن الحضري شال واحده من دروجبا لو تفتكر، اللي هي في 2006 دي اللي هي ما بتتشالش دي. بالظبط. يعني حاجه في الماتش النهائي ده ولا قبل، انا مش فاكر. حتى يعني ضربات الترجيح في بعض برضك المباريات كان نهائي صح؟ دي دروجبا برضك ضيع ضربه جزاء في مباراه الترجيح نكسبنا قبل كده. الحمد لله يعني عندنا متفوقين يعني عليهم بشكل كبير يعني. لكن طبعا احنا مش هنرجع للتاريخ. لا يعني طبعا احنا طبعا بنتكلم في الوقت الحالي. احنا شفنا يمكن ساحل عاج او كوت ديفوار نهت المباراة مع الجزائر، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا ان هم يفوزوا على الجزائر اللي هي كانت بطل النسخة السابقة. نعم. وفي نفس الوقت كانوا واخدين البطولة العربية، فجايين منتعشين بشكل كبير، وكل الناس كانت مرشحة الجزائر ان هي تفوز بالبطولة وخرجت من الأدوار الأولانية. هم فعلا أدوا مباراة جيدة جدا مع الجزائر. وفي نفس الوقت واضح ان هم بيحترموا الفرق بشكل كبير.
وده بيخلينا احنا كمان لازم عندنا ثقة بشكل كبير جدا في لعبتنا. كل مصر، الشعب المصري والمنظومة الرياضية والرياضيين وكل من له باع في هذه المهمة، كلنا بنتمنى المنتخب مصر بكرة ان هو ان شاء الله بإذن الله يقدم مباراة تليق باسم مصر وتاريخ مصر، وفي نفس الوقت كمان نقدر نطلع للمرحلة اللي قبل كده، خصوصا ان الأجواء العربية اسلام. المغرب النهاردة ربنا كرمها وتفوقت، قبليها تونس كمان عملت مباراة مع نيجيريا بشكل كبير جدا، فده برضك فال كويس قوي للفرق العربية. نتمنى طبعا لمصر ان شاء الله بكرة هي كمان توصل للربع النهائي. زي ما الكابتن عادل قال ان احنا كان بداية البطولة العربية ما حسيناش بالمنتخب، ما حسيناش ان في سيستم ولا نظام ولا تكتيك ولا طريقة لعب بيلعب بها منتخب مصر. نعم. وفي نفس الوقت كمان خرجنا من ما وصلناش الى الدور او خرجنا المركز الرابع، ده لا يليق طبعا بمنتخب مصر. فهو ده اللي يمكن عمل بلبله يعني هزه وبلبله بالنسبه للشارع الكروي المصري، وعدم الثقه اللي كانت موجوده في الشارع المصري بالنسبه لمنتخب مصر. لكن عايز اقول لك اسلام ان كل وقت وكل مرحله بيبقى ليها ظروفها. يعني الحمد لله احنا ماشيين في البطوله بشكل جيد، خسرنا في اول مباراه، لكن المباراتين قبل كده قدرنا نفوز بشكل كبير. وفي نفس الوقت احنا كمان بنعلى مع الفرق الكبيره، يعني الفرق اللي ليها باع زي كوت ديفوار، نيجيريا، الكاميرون، المغرب. فتلاقي المنتخب المصري بيوصل للمرحله اللي هي بيبقى فيها التركيز اكتر، الاصرار اكتر، الدوافع اكتر. فبكره مهم جدا حته الروح القتاليه العاليه اللي هتفرق معانا بشكل كبير جدا في هذا اللقاء. كابتن عادل، فريق كوت ديفوار او منتخب كوت ديفوار منتخب قوي، منتخب من المنتخبات الكلاسيكيه في كره القدم الافريقيه. اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده، اهم نقاط القوه الاول اللي موجوده في كوت ديفوار من وجهه نظرك؟ هم بيمتلكوا خط وسط وخط هجوم على اعلى مستوى، مستواهم عالي جدا، وعندهم اللعب السهل المباشر السريع. نعم. حافظين بعض في عمليه انسجام، والانسجام ده مش معناه ان هم بيعملوا معسكرات طويله زي ما احيانا البعض بيطلب يعني، لكن بيعتمدوا باستمرار على ثقافه اللاعب. ثقافه اللاعب بمعنى انه بيلعب تقريبا معظمهم بيلعبوا في اوروبا، فالمدير الفني لما بيدي تكليفات على اللوحه الملعب الصغير ده بيقول له انت هتجري في المساحه ديت وتعمل الواجب ده بالشكل الفلاني، وهتربط مع زميلك في الحته الفلانيه، وعمليه الاستحواذ من البدايه للنهايه، كل الامور ديت. أيوة. الثقافه دي بيبقى اللاعب حافظها، وبالتالي لما بيخش قبل المباراه بيومين ثلاثه بيبقى عنده الانسجام ده مع زمايله. أيوة. وكل اوروبا عندها الوعي الثقافي ده اللي احنا ان شاء الله نتمناه. عندهم طبعا الجانب المهاري عالي جدا، السرعات عندهم، انكار ذات. الحقيقه دايما كان دايما ايام دروجبا كانت تبص تلاقي في سن ثقه زياده، في ثقه، في احيانا في نوع من انواع المغالاه، في انواع من الغرور شويه. الفريق ده احنا شفناه المنتخب بتاع امبارح اللي هو يعني اللي كسب الجزائر، شفناه بيلعب بتواضعه جدا وبيلعبوا مقدرين المنافس تقدير عالي جدا، عندهم عمليه تركيز عاليه جدا، بيلعبوا الكره السهله المباشره، حافظين بعض، بيضغطوا في مساحات معينه، عندهم مدرب كويس. كل الامور دي اعتقد انها في ده الجانب اللي حضرتك سالت عليه، وهو الميزات بتاعتهم خط الوسط والمهاجمين، عندهم عناصر ممتازه جدا على مستوى اوروبا. الجانب الاخر طبعا الشق الدفاعي عندهم بعافيه شويه وده اللي احنا ان شاء الله ارجو ان شاء الله الجهاز الفني مع كيروش يبقى فيه قرايه للفرقه ومذاكرتهم بشكل جيد، ويبقى فيه نوع من تقسيم المباراه، سيناريو المباراه من حيث البدايه، من حيث اول ربع ساعه او نص ساعه وهكذا، لحد لما تاخد من المباراه اللي انت عايزه. ولابد ان يبقى فيه تامين دفاعي الى جانب
ايه المانع ان انا في البدايه العب على المرتده وامن ان انا ما اجيش فيها جول من البدايه؟ دي هتفرق معايا جدا. فدي طبعا كلها حاجات اعتقد ان المدير الفني هيبقى صاحي، واعتقد طبعا في وائل وفي شوقي وفي ضياء وفي عصام الحضري لعبوا الماتشات دي قبل كده وعندهم الخبرات اللي ممكن المدرب يستفيد منها، الى جانب طبعا خبراته هو، بحيث انه المباراه ديت تتقسم بشكل جيد. تمام. كابتن ماهر، خلينا نروح لمنتخبنا الوطني، طريقه لعب منتخبنا الوطني من وجهه نظرك. بص يا اسلام، قبل ما نروح للمنتخب القومي عايز اقول لك ان هم عندهم عنصرين مهمين جدا بصراحه، القوه والسرعه. فاحنا كمان لازم نفكر في حته ازاي هنتعامل مع القوه والسرعه بهذا الشكل. في السؤال اللي انت سالته عن طريقه اللعب بقى بالنسبه لنا. ايوه. وكمان عندهم المهاره، ان هم معظمهم لعيبه من اللعيبه المحترفين في اوروبا. فجانب المهاري برضك بيفرق بشكل كبير. فاحنا لازم نفكر يا اسلام، لان احنا في المباريات اللي بالشكل ده لما بنقرب خطوطنا مع بعض، ثلاث خطوط في نص ملعبك وانت بتدافع، بتقفل عليه المساحات اللي هو عايزها، بتقفل عليه الحاجات المهاريه اللي هو عايزها، الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها. فلما الخطوط الثلاثه تبقى قريبه من بعض في الثلث الدفاعي بالنسبه لمنتخب مصر في ال 30 يارده، ايوه، انا شايف ان هنوقف حاجات كثيره جدا من مميزات الاهلي كابتن عادل بالنسبه لنص ملعبهم وبالنسبه للجانب الهجومي اللي عندهم. لما مش هيلاقوا مساحات هتبقى الامور بالنسبه لهم فيها شيء من الصعوبه. خصوصا كمان يا كابتن اسلام عايز اقول لك ان هم برضك بيقلقوا مننا، يعني هم برضك عاملين حساب لمنتخب مصر بشكل كبير جدا، بيخافوا برضك من منتخب مصر. حاسين ان هم ان منتخب مصر في كل الدورات اللي قبل كده تفوق عليهم بشكل كبير يعني. النقطه الثانيه، السيستم اللي هنلعب بيه ده، ان احنا واحنا بندافع في 30 يارده بالنسبه لنا في حته الاستحواذ اسلام، لازم هنا الباص اللي بيطلع بقى من الرجل وبعدين التحرك اللي بعد الباص. ايوه. التحرك ده ممكن يبقى فيه كونتر اتاك، نقدر نعتمد على صلاح، نقدر نعتمد ده على الحقيقه ما كانش واضح في الثلاث مباريات اللي فاتوا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. لان احنا مش بنلعب بالسيستم ده، بتوصي ان هو ياخدوا بالهم من جدا بدا. جدا خصوصا في الجانب الدفاعي يا اسلام، الجانب الدفاعي هو اللي بيدي لك الطمانينه، هو اللي بيديك الثقه. كل ما بيجيش فيك يبقى انت عندك فرصه تقدر انت تبخته، تقدر انت تجيب فيه. وهي دي حلاوه الطريقه دي. يعني دي الطريقه، حتى كمان لو بنشوف الدوري الاوروبي نلاقي ان كل الفرق وهي بتدافع في نص ملعبها، ولما بتقطع واستحوذ كل الفرقه بتتنقل في نص ملعب الخصم. بيبقى 8 و2 بس اللي موجودين على الدايره في حته الاستحواذ او حته التامين او حته المسانده لو انت عايز تغير طريقه اللعب. فانا شايف ان يعني لعبتنا عندها السيستم ده، ويمكن لو رجعنا كده لكوبر، ايام كوبر كنا متميزين بالطريقه ديت. وان احنا بنقدر نقفل بشكل كبير جدا واحنا بندافع. وبعدين لما بنستحوذ بنقدر نعتمد على المهارات اللي موجوده عندنا، عندنا من السرعات، عندنا من المهارات، عندنا من الحاجات اللي نقدر نبختهم بيها بشكل كبير، عندنا حاجات ثابته نقدر نتفوق عليهم بهذا الشكل. فانا عايز اقول ان مباراه قويه، وهيبقى الجانب التكتيك فيها بالنسبه للفرقتين هيبقى على اعلى مستوى. لكن انا شايف ان مصر طول ما احنا بنحافظ اسلام بشكل كبير جدا، احنا معرضين ان احنا في اي وقت نقدر نجيب هدف في 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 الساحل العاج او كوت ديفوار. كابتن عادل، الجمهور اطمن شويه بعد مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان، ولكن في النهايه انت لازم تكسب. يعني دور المجموعات مختلف عن مباراه بكره. شفت ان احنا طمنت حضرتك بعد مباراه غينيا وبعد السودان ولا لسه؟ لا يا كابتن، لا برضو لا. نتيجه انه بدايه التشكيل كان نفس الكلام بقى. بالظبط. احنا يعني انت عارف احنا قلنا الكلام ده الله من ثلاث شهور. يعني انت بتلعب في 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 حاجات مسلمات. يعني انا مثلا راس حربه باوجيه ضربات الراس لعبني ازاي على الطرف؟ محمد صلاح دايما بيلعب على الطرف وبيشق طول عمره لعبه كده، فانت عايز تغيره تحط راس حربه. فطبعا دي كلها حاجات على الطرف الشمال. انا مصمم على مثلا مرموش، انت عندك برضو في ناس كانت ممكن تادي الدور ده. محمد شريف أوه. انت ما لعبتوش ولا فيش حاجه خالص. صح. محمد شريف هداف الدوري. النهارده حمدي فتحي خلاص انت ما قعدوا على الدكه وما تستعينش بيه خالص.
على الرغم من انه عنصر من عناصر المهمه جدا لما بتلعبه قدام حجازي وقدام الونش او عبد المنعم، عنصر قوي جدا في الجانب الدفاعي ما يجيش فيه جول. فاحنا مش مطمئنين للماتشين اللي فاتوا نتيجه سوء التشكيل من البدايه، وحتى التغييرات مش التغييرات اللي الناس بتتمناها. اوكي، نفسك تشوف شريف انت ما شفتوش، انت بتلعب مروان، طب يعني شريف هداف دوري وبيلعب على طول مع النادي الاهلي في الماتشات افريقيا، تحت ضغوط كبيره، هداف وعنده من الخبرات، وبعدين طريقه لعبه مميزه جدا، هيبقى مع محمد صلاح بيبقى محطه جيده جدا في عمليه فتح ثغرات ما بين السرد باكين ويدي مساحه لمحمد صلاح ان هو يشق. فدايما التشكيل ما كانش والتغييرات ما كانتش بالشكل اللي بيطمن الناس وبيطمننا احنا كمان. بنتمنى ان بكره التشكيل من البدايه يبقى عارف ان كل لعيب ليه ميزات معينه، الميزات المعينه ديت يحاول ان يستغلها باقصى جهد. وزي ما قال الكابتن معاه، انا بدافع كويس قوي في ثلث ساعه الاولانيه بحيث ان انا ما يجيش فيها جول، وبعدين بحاول ان انا اخرج الكره بطريقه معينه بحيث ان انا اعمل مرتده. مفيش مانع ابدا ان محمد صلاح ما يرجعش خالص في عمليه الجانب الدفاعي، ويبقى اذا شريف هيبدا الله اعلم يبقى الاثنين دول ما بيرجعوش، بحيث ان انا الهجمه المرتده تتعمل محمد صلاح هيكون اسرع من خط الظهر، واحنا قلنا قبل كده خط الظهر وكل الزمايل اللي بييجوا بيحللوا عندهم مشكله، فمحمد صلاح في اول ثلث ساعه لما تتعمل واحده بس، الواحده دي ما بتتعملش عشوائيه، تبقى مظبوطه، تتعمل مظبوطه، ولازم واحد يكون بسير سير كويس. فلازم يبقى، كنت اتمنى ان قفشه يكون موجود بيعمل دي كويس. عبد الله الحقيقه بس مكانه يعني ما خدوش خالص يعني. ف عبد الله برضه بيلعبه بطريقه غريبه جدا، بيحطه ناحيه الباك الشمال. الماتش اللي فات بيحط عبد الله ناحيه الشمال وينج ليفت، وبعدين الكره لما تجيله يروح واخدها ولعبها لصلاح في مكانه. انا عايز اديها لصلاح قدامه وهو بيشق، وهو بيشق بحيث انه يبقى رايح على الجول. صح، فما بتديلوش دي. فطبعا وبعدين عبد الله المفروض يبقى لجوه شويه بحيث ان هو لما يعمل الباصه على تبقى الارض تبقى اقرب، هتبقى سهله لان مش جاله عاليه. وبعدين طبعا الكل زي ما حضرتك عارف محمد صلاح دايما الاثنين رايحين عليه، ولا مانع ابدا اطلاقا ان انا اخش بعنف عليه. وده بالتالي الراجل كانسان برضه هيخاف على رجليه، لانه بشر وعنده احتراف وعنده حاجات ثانيه. طبعا منتخب بلده مهم وكل حاجه، لكن برضه الناس اللي بتخش بعنف دي ممكن تعمل له اذيه جامده. البدايه من التشكيل وقرايه المباراه، ثم اشوف نقطه الضعف فين، وبعدين ابدا المباراه ثلث ساعه في ربع ساعه. النتيجه الشوط الاول لو احنا كسبانين 1-0 هتصعب الماتش جدا على ساحل العاج. صح، لانك انت في الوقت ده عندك تغييرات بحيث انك انت هتقفل الثلث الاخراني قدام جولك. اي حد بقى عنده مهاره، اي حد عنده سرعات، انت بتقفل دي. زي برضو ما قال الكابتن ماهر، هتبقى المساحات ضيقه جدا، مش هيقدروا ان هم يخترقوك، وخاصه ان عندك شناوي وعندك حجازي وعندك لعيبه بتادي الواجب الدفاعي، وعندك عبد المنعم. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يبقى في توفيق في عمليه التشكيل وفي عمليه قرايه المباراه. عوده احمد فتوح يا كابتن ماهر، هل شايف ان احمد اللي يبدا ولا ايمن اشرف يكمل؟ يعني ايمن اشرف لو احنا احتاجنا ايمن للطريقه الدفاعيه وانه ميهاجمش، هو اهم ما يميز ساحل العاجل الناحيه اليمين عنده. بالظبط. فانا شايف ان يعني ايمن عنده الحته الدفاعيه بشكل كبير جدا، يقدر يقفل لنا الناحيه الشمال. الناحيه الشمال وهما برضه بيمتازوا بالاطراف بشكل كبير، يعني عندهم الحته اليمين دي كابتن عادل الراجل بيخترق بشكل كبير، عنده مهاره وعنده سرعه طبعا. فانا شايف ان ايمن عنده من الامكانيات الدفاعيه، عنده هو يقفل الحته دي التغطيه والميلان، وقوي يقدر يقفل لنا الحته دي، لان احنا فعلا اسلام مهم جدا زي ما كابتن عادل قال ربع ساعه للساعه الاولانيه ما يجيش فينا. فانت محتاج التنظيم الدفاعي بشكل كبير جدا من الخط الامامي، ايوه، من عند صلاح ثم نص الملعب ثم المدافعين. لكن طبعا لو انت بتعتمد عايز يبقى في انطلاقات بالنسبه للمسانده الهجوميه مع الجناح، هيبقى فتوح. فتوح عنده الادوار اللي يقدر يروح ويقدر يساند، يقدر يعمل كروسات، لكن هيبقى الجانب الدفاعي عنده برضك في مشاكل بالنسبه لفتوح بشكل كبير يعني.
لكن عايز اقول لك يا اسلام الثبات مهم قوي. احنا اتاخرنا في ثبات التشكيل من البطوله العربيه. يعني احنا كنا مفروض واحنا رايحين البطوله العربيه عندنا ثبات في التشكيل في طريقه اللعب في الاداء واخد بالك، والتغييرات تبقى برضك معروفه بشكل كبير. فالنهارده هو ده يمكن العامل عدم الثقه وعدم التوازن بين الشارع المصري وبين منتخب مصر. فثبات التشكيل مهم جدا. لو انت تلاحظ اسلام كل الفرق اللي بتشارك في الكاس الامم الافريقيه كلها عندها ثبات في التشكيل. أيوه. والتغييرات معروفه بالاماكن اللي هو اذا كان محتاج تغييرات هجوميه فبيضيف، محتاج تغييرات دفاعيه فبيضيف جوانب دفاعيه. فانت النهارده انا شايف الناس اللي يعني رجليها موجوده في الثلاث مباريات اللي فاتوا اربع مباريات انا شايف ان يبدا بيهم، يعني ايمن انا شايفه يبدا بيه يبقى هو اللي يبدا بايمن. طيب خاصه يا كابتن فتوح طالع من اصابه بالظبط بقى ماتشين لا تجازف انك واحد الاصابه بتاعته ممكن ترجع في اي وقت. ايمن ماشي واخد فيكمل طبعا. نلعب يا كابتن بكره تامين دفاعي ونعتمد على الهجمه المرتده ولا تبدا ضاغط من قدام؟ كيف يلعب منتخبنا الوطني بكره؟ انا مع حضرتك في الموضوع ده اللي هو بامن الجانب الدفاعي لا وخاصه ان هم متوسط الاعمار عندهم اقل مننا. احنا برضو عندنا عناصر صغيره لكن برضو العنصر الكبير عندنا برضو زياده شويه لكن انا بامل ان الخط الوسط والمهاجمين اقوياء جدا. اذا انا ابتديت بالتشكيل ان انا يبقى عندي بصير ايا كان بقى اللي هيعمل الهجمه المرتده عن طريق صلاح ومحمد شريف بتمنى ان محمد شريف بكره يلعب يبقى عمرو السولية البصير يعني. انا بقول يعني يبقى عمرو السولية حمدي فتحي انا اديت لي مني اكتر من مره ممكن ايه المانع ان انا بكره يبقى فيه حمدي فتحي لانه برضو الحته اللي ما بين حجازي وما بين الونش اذا كان الونش مش هيلعب اعتقد ان عمنا ما يلعب لازم حمدي فتحي بكره يبقى موجود في الحته ديت. واذا انت بقى عايز البصير يبقى عمرو السولية. اذا انت بقى النني عايز تلعب انا برضو قريت حاجه كده غريبه انه يمكن بيفكر انه ايمن اشرف يلعب في وسط الملعب غريبه هو لعب في كاس العرب كده لعبه في يعني اصيب فيها واصيب في ماتش الاردن اعتقد كان في الماتش الاردن ف برضو ماتش السودان اللي كسبنا خمسه ده هو اتعور في ماتش من الماتشين دول يا الاردن يا السودان فبرضو دي مجازفه لان ايمن بيجيد الحته ديت الى جانب ان هو ممكن جدا يبقى كمساك برضو بيبقى بيامن شويه في الحته ديت صح. فانا بامن الاول تلت ساعه ما يجيش فيها جول هحاول ان انا ارعبهم بكورتين ثلاثه من السولية ما بين السرد باكين او ما بين الباك والسرد باك ليه حضرتك ما حدش بيتكلم على مرموش لو لعب مرموش لعيب كويس جدا هو تلات ماتشات لم يكن جيد ولكنه لعيب كويس جدا يا كابتن عادل يعني لو حضرتك هتستغل سرعه ممكن تستغل مرموش لان سريع جدا في عيب يا كابتن اتفضل ما انا عايز انا بسال عشان تقول لي في عيب خطير يا كابتن هو يعني هو الكره لما بتجي له هو واخد قرار زي رمضان صبحي زمان زمان كان الكره لما تجي له هو واخد القرار هيرقص يعني ليش دعوه بالفرقه ليش دعوه بالفرقه انما رمضان بعد ده عيب عيب خطير جدا لانك انت بتعزف حاجه لوحدك اوكي حضرتك تقصد ان هو لو دخل مع الفرقه هيبقى مفيد جدا لانه أوكي. اولا بيأدي الواجب الدفاعي قوي جدا سريع بيسدد رجلي الاثنين سريع مراوغ لو بيرجع يدافع كويس ده بيدافع بشراسه صح فانا لو هو بقى يعني حته الان عنده تقل شويه وانا اسف ان انا بقول كده يعني انه ينسجم مع زمايله ما دي عايزه تعليمات مع زمايله يعني انت عايز مدرب يا كابتن عادل انا قصدي كده يعني اجعل نفسي شويه ان انا ايه المانع ان انا العب بدل ما اخد القرار من البدايه لا اخد القرار ان الكره لما تجيني هلعبها لشريف هلعبها للسولية واجري عشان اخدها ايوه بدل ما انا اخدها وراح ارقص واعدي وبتاع لوحدي طب انا اشارك زميلي ويبقى اللعب الجماعي هو النجم بتاعنا فانا ما يجيش فيها جول في البدايه ده اهم حاجه ده هيسعدني جدا مع عمليه الاستحواذ مع عمليه ان انا وهم بيهاجموا حاسين ان التيم المصري ما اداش بالصوره الجيده انا برعبهم بقى بكورتين ثلاثه واحده في العارضه واحده خطيره خطر واحده ترقيصه بتاع هتخليهم الى جانب الكثافه الهجوميه هتبقى شوي. توقف شويه هتهدى شويه يبتدوا يامنوا لان خروج مغلوب فاش هزار
فالحته دي هتبقى مهمه جدا ان انا باديها واصر عليها. اوكي. عندي ثلاثه في المقدمه، الثلاثه دول واحد منهم محطه واثنين سرعة. نعم. بدافع بالثمانيه الشناوي قدامه، المجموعه ديت المساحات مقفوله تماما. ما يجيش فيا جول باي شكل من الاشكال. التامين والمساحات زي ما الكابتن ماهر قال، المساحات الضيقه، اي حد فيه مهاره، الراجل ناحيه الشمال بكره مرموش يبقى واخد، اذا في اذا هيلعب يعني يبقى واخد الجانب الدفاعي مع ايمن اشرف، ان الولد ده بيلعب ناحيه اليمين بتاعهم، خطير جدا وسريع ومراوغ. لما تكون الكوره معانا المانع زي ما موسيماني عمل في ماتش الاهلي والزمالك، كان بيلعب قفشه باك ليفت، وشريف لما كوره معانا اسف كوره مع الزمالك كان بيروح يمسك الباك رايت وقفشه يضم للداخل والعكس بالعكس، لما الكره تبقى معانا قفشه بيروح ناحيه اليمين وشريف بيخش جوه. وشفنا احنا الاجوال اللي جابها ما كانش بيلعب باك، ما كانش بيلعب من جليفت، شريف ما كانش بيلعب من جليفت. يعني الكره بتاعت السوليه اللي العكس، والجول الاولاني والجول الثاني، اسف الجول الثاني والجول الثالث، كان شريف راس حربه. اول ما الزمالك بيمسك الكره بص ليه ناحيه الشمال. فالحته دي اتمنى انها تبقى موجوده بكره، ان انا بامن الحته الهجوميه بتاعتهم ما تبقاش نقطه ضعف عندنا، وفي نفس الوقت الجانب الهجومي صلاح مع شريف هتبقى بتشكل خطوره قويه جدا، وخاصه ان شريف لما بيستلم ويروح للراجل بوشه بيبقى خطير جدا. عنده. طيب كابتن ماهر، ايه راي حضرتك برضو في ثنائيه احمد حجازي ومحمد عبد المنعم؟ طبعا يعني الثنائيه كانت ماشيه هو والونش، يعني المكان ده اسلام مهم جدا الاثنين يلعبوا مع بعض اكتر عدد من المباريات. أوكي. فطبعا التاقلم والتجانس اللي حصل بين الونش والحجازي كان على اعلى مستوى، وطمنا بشكل كبير جدا في الجزئيه اللي في العمق دي. لكن طبعا اصابه الونش يعني انا بحيي طبعا محمد عبد المنعم على الثقه اللي الولد اكتسبها من خلال ادائه الاول في اول مباراه ليه في الباك رايت، ودي صعبه جدا على قلب الدفاع ان يلعب باك رايت. لكن الولد اداها بشكل جيد جدا عن طريق الجانب الدفاعي. طبعا لما اتصاب الونش لعب في المكان دوت، قدر يعني يؤدي فيه بشكل جيد جدا، وطبعا هو صاحب الهدف المباراة الأخيرة، مباراة الفوز، الهدف اللي سجله محمد عبد المنعم من الحاجات الثابتة اللي بيقدر يطلع يزيد فيها. نعم. يجيد ألعاب الهوى. فعايز أقول إن برضك يا إسلام الحتة دي محتاجة حمدي فتحي قدامه. يعني برضك. بس هي ثنائية كثنائية ناجحة؟ ثنائية أنا شايف إن بدأ في تجانس بشكل كبير جدا، ولد ذكي عنده ثبات انفعالي، عنده هدوء. أيه. بينقض بشكل كبير، بيراقب، في تفاهم بينه وبين حجازي. حجازي لما بيتقدم هو بيغطي، هو لما بيقابل حجازي بيغطي، بيروح على الجناب يقدر يساعد اطراف الجناب. فانا شايف ان هو يعني خامه مبشره بصراحه، والثقه اللي خدها في المباراه الماضيه تقدر تاكد ان شاء الله في مباراه ساحل عاج. لكن زي ما بقول لك كاسلام، احنا محتاجين برضك تامين بشكل كبير جدا، يبقى عندنا هاف ديفندر سته، وانا شايف المكان ده انجح واحد في نص الملعب يقدر يأديه هو حمدي فتحي. حمدي فتحي شفناه مع مباراه الاهلي المكان اللي قدر يوظفه فيه مستر موسيماني بشكل جيد في مباراه الدوري العام، حتى في المباراه الافريقيه، فشفنا حمدي فتحي بيأدي في المكان ده بشكل كبير، وبيقدر يمنع الحاجات اللي جايه من العمق، اذا كانت زياده عدديه او انطلاقات، يقدر يقابلها حمدي فتحي الاول ويقدر يفسدها بشكل كبير لحد ما توصل لحجازي او عبد المنعم، بيقدروا هم كمان يكملوا معاه. عايز اقول لك بالنسبه للسؤال بتاع مرموش، كابتن عادل بيتكلم بيقول ايه، هو عنده الحته دي في بعض اللعيبه المهاريه، بيبقى ما بيخش الثقه اسلام غير لما بيبدا يمسك كوره وبعدين يبدا يراوغ مره وبعدين يراوغ مره ثانيه، وبعدين لو ما روغش هنعمل ايه؟ والثقه يعني دي لو ما روغش لكن دي يعني تعليمات مدرب، هنفضل قاعدين مستنيين لغايه لما يروغ. لا يعني انا عايز اقول لك ان دي بقى دور كروش المفروض في الحاجات اللي فيها السموث سايد جيم اللي بتتعمل في التقسيمات، الحاجات اللي فيها تقسيمات في التدريبات،
واخد بالك ان هو بيطلب منه على طول يلعب على طول طبعا طالب يساند بشكل كبير ودي بتدي ثقه. يعني التملي يقولوا لنا ايه في بدايه المباراه؟ حاول اول باص يطلع من رجلك كويس صح صح والباص الثاني يطلع صح الباص الثالث هتلاقي الامور مشيت مشي بالنسبه لك وثقه المباراه بتيجي. فعايز اقول لك يا اسلام احنا بنجيد الجانب الدفاعي زي ما قلت لك من ايام كوبر. يعني عندنا السيستم ده عندنا اجاده جاي نقدر بنعمله بشكل جيد. وفي نفس الوقت الكونتر اتاك حتى زمان كانوا قال لك ده فرقه محمد صلاح. يعني كل الكور اللي بتطلع لقدام كانت بتروح لصلاح. فانت النهارده عندك لازم يبقى في تنوع. عندك مرووش بعدك عنده سرعات بيقدر يخش بين الباك والسنتر باك اقدر العبها له بشكل جيد. زي ما كنت بصير بقى اللي اتكلمته فيه يعني انا شايف ان زيزو بعدك لما لعب في المكان ده يا اسلام قدر يجيد فيه بشكل كبير. يعني زيزو من اللعيبه النشطه اللعب في المكان ده في البطوله العربيه شفناها كابتن عادل في اكتر من مباراه. وبعدين كمان ميزه زيزو ان هو بيقدر محمد صلاح لما بيخش جوه بيقدر يطلع لبره. ايوه ولما يطلع لبره الاوفر بتاعه كويس جدا كمان اوفر بتاعه كويس جدا واخد بالك مؤثر بشكل كبير. فدي برضك من ضمن الحلول. هو طبعا مستر كروش هو صاحب القرار الاخير في حته هذا الاختيار. يعني كابتن عادل خلينا نروح للمؤتمر الصحفي النهارده وكلام محمد صلاح. شفت كلام محمد صلاح ازاي النهارده على ان هو هناك ضغط على لعيبه المنتخب وانه الضغط ده بيبقى على اللعيبه الصغيره انا مش فارق معايا. واضح ان هو حاسس ان في يعني كلام كده ولا كده على محمد صلاح. يعني شوف تكمله الكلام كابتن ماهر محمد عبد المنعم ماتش اللي لعبه باك رايت وده مش مركزه ولعب على اخطر واحد في نيجيريا اخطر واحد في الفرقه الراجل ده. اي حد غير محمد عبد المنعم كان تربيه النادي الاهلي يعني. اي حد غيره كان يفقد الثقه تماما يعني. لان الراجل على طول معدي لانه يعني مهاره عاليه جدا وسريع وده مش مكانه مظبوط. معنى ان هو بيتماسك ويبقى بيلعب بقى في قلب دفاع ويلعب ماتشين بالقوه ديت وبالثقه ديت ويجيب جول كمان مكسب في ماتش غينيا الاستوائيه ده دي ثقه. و كلام محمد هو متابعين طبعا اكيد على السوشيال ميديا على الاقل يعني اكيد هو مش متابع كل البرامج لكن متابع السوشيال ميديا طبعا. فدي حاجه بتقلق شويه حقيقه. يعني انا مفروض اللعيب الدولي ما يتاثرش بالكلام ده خالص لان انا كل تركيزي بيبقى في منتخب بلدي في ادائي ودني ما بتسمعش حد غير المدير الفني. نعم. وسائل الاتصال الجماعي ديت والحاجات دي انا التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي دي انا ما تبقاش موجوده معايا خالص. يعني التليفونات دي حتى هم بيقولوا ان هم مانعينها النهارده كابتن وائل مانع هذا الامر. فدي حاجه حته مهمه جدا لان انا ما اتاثرش لان انا لو انا بتاثر يا كابتن يبقى انا زي اي حد عادي. انا ليه باخد مرتب عالي كبير كراجل محترف؟ عشان انا الضغوط دي والحاجات دي والكلام اللي ممكن يتقال انا ما بتاثرش بيه لان انا عندي من الخبره ومن المهاره ومن التركيز ان انا يعني تركيزي بيبقى 100% في اداء فريتي. طبعا الكلام ده بيخلي الواحد يقلق شويه. اللي يخليني اقلق كمان زياده لو حمدي فتحي بكره ما بداش لان هم ما انا هسالك في الاخر مين اللي يعني مين التشكيل اللي عارف شايفه لانه عمرو السوليه مع عبد الله السعيد مع نني لا في حاجه فاضيه الدنيا فاضيه الدنيا فاضيه يعني اي حد معدي هيعدي وده يعني 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 النني دايما الجانب الهجومي عنده طاغي على الجانب الدفاعي عايز يروح زياده. فاي حد بيروح بتبص تلاقي حجازي في الوش منعم في الوش. يعني حتى الفرق اللي احنا لعبناها مع احترامي ليهم يعني انا بتكلم في الكوره يعني السودان وغينيا الاستوائيه يعني اقل فنيا يعني كابتن مركز شباب غينيا يعني فنيا اقل فنيا دخل بالسودان ولا والفريق الثاني غينيا الاستوائيه ما بيعرفوش يباصوا ما بيعرفوش يستلموا الكوره فريق ضعيف جدا ومع ذلك كان ممكن ينال منك. غينيا بيساو غينيا بيساو اسف فانت كان ممكن جدا يعني فريق زي ده متواضع خد ثقه عليك في الشوط الثاني ابتدى يهاجمك وشرناوي خد كورتين وواحده جنب العارضه. فطبعا بتمنى ان حمدي يبقى موجود في الحته دي تمام. ان شاء الله. كابتن ماهر تصريحات كيروش قال ان خلينا يعني ابرز الحاجه هو قال كلام كتير لكن اهم حاجه قالها
ودايما بنتكلم في الناحيه الايجابيه، ان هو قال ان يعني خلينا نكتب التاريخ بكره ان شاء الله. ايه رايك في هذا؟ يا ريت، نتمنى. يعني هو تصريحاته وضحت ان بدات يبقى فيها شيء من التوازن. هو ده اللي انا عايز اوصل له. بدا شيء من التوازن. وطبعا هو بيوصل رسائل طبعا للشعب المصري ان احنا عايزين نجيب البطوله، وان احنا عايزين نادي اداء جيد، ونتمنى هذا يعني. لكن قبل التصريحات يا اسلام، هو اللي قراراته في التشكيل والتغييرات والاماكن اللي حصلت وتصريحاته كمان وتصريحاته، ومع ذلك مصر كلها في ظهره الحقيقه. بالظبط دلوقتي يعني. ومع هذا زي ما انت قلت يا اسلام، احنا كلنا في ظهره يعني. حتى النجوم والشعب المصري والميديا والسوشيال ميديا واخبار القنوات الفضائيه عايزين نكسب. بالظبط كده. فاحنا كلنا ورا مصر، كلنا ورا منتخب مصر طبعا. فيعني احنا بنتمنى له هو التوفيق طبعا في حته اختياره للتشكيل. يكون ارى طبعا فرقه ساحل العاج كوت ديفوار اراها كويس من ناحية الدفاعيه، من ناحية الهجوميه. يختار طريقه اللعب المناسبه والتشكيله المناسبه لهذه المباراه. ويا رب يعني يكون فيها ثبات بشكل كبير. فنتمنى ان شاء الله التصريحات اللي بعد كده تكون تصريحات افضل، واحنا كسبانين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، رايك بقى في مستوى البطوله بشكل عام لغايه دلوقتي؟ الحقيقه مصر خلت كل دول افريقيا تبقى يعني بعد تنظيميا البطوله اللي اتعملت في مصر خلت، يعني طبعا في شكاوي من كل الفرق. حتى لسه منتخب النهارده الجزر القمر منزلين فيديو يعني صعب قوي. جامبيا غير مدير فني بتاع جامبيا قال كلام صادم امبارح. سته بيناموا في اوضه، وحمام واحد مشترك، وقصه كده. والاتوبيس تسمم في الاكل، بعض اللعيبه. وبعدين حالات الكورونا يعني. تيم تونس انا بحييه جدا من خلال حضرتك، تقريبا 11 واحد، ومع ذلك مزبوط. لعب البدلاء، شفنا الاداء اكثر من رائع مع فرقه مزبوط. قويه جدا. وقدر المنتخب التونسي بعد اخفاقات وطالع بثلاث نقاط بس مع تيم بتاريخ تونس انه يكسب بالشكل ده. احنا الحمد لله ما عندناش كورونا، عندنا اولادنا كلهم على اعلى مستوى كفنيات. احنا قبل ما نخش مع حضرتك شفنا تيم المغرب، شوف الروح اللي موجوده. روح جميله جدا، ده انعكس على الاداء في الملعب. صح مظبوط. نجم النجوم اللي بيلعب في تشيلسي حكيم زياش. حكيم زياش بس مش موجود. ما طلبوش. ما لو طلبوا هو ساعات بيبقى في نوع شويه من الغرور. غرور شويه. فبيخلي كل اللعيبه لا انا مش هجيب حد ممكن ان هو يتعالى او على اللاعبين او يمسك صح. حاجه. فالحقيقه تيم المغرب وتيم تونس ماشيين كويس قوي، واحنا المفروض ان احنا يعني فنيا وتاريخ وكل حاجه احنا افضل ككرويه من الفرقتين، واحنا واخدين البطوله سبع مرات. ايوه. فاعتقد ان احنا لن نقل عنهم، وان شاء الله بكره اولادنا يعني يؤدوا الاداء الممتع. أيوة. يمسحوا بقى الفتره اللي فاتت ديت، والناس ما تفتكرش الا ماتش بكره وثم ماتش المغرب باذن الله. تشكيله كابتن من وجهه نظرك بكره؟ والله خط الظهر مش هيقدر يعمل فيه حاجه، لان ما فيش عمر. ومين شمال؟ عمر وايمن. ايمن ما يقدرش يلعب، ما يقدرش. الونش ولا منعم؟ لا منعم، لان الونش منعم وحجازي وعمر وايمن اشرف وطبعا الشناوي. حمدي وعمر السليه، ممكن يبقى زيزو، ممكن حمدي وعمرو السليه وزيزو أوكي. في وسط الملعب صلاح، وبعدين صلاح شريف واي اي حد صلاح بقى. شريف راس حربه اوكي. ومين يلعب على الطرف؟ يا اما مرموش، يا اما يلعب رمضان ولا تريزيجيه. رمضان. تريزيجيه لسه بعيد شويه بدنيا، لسه مش كامل. وحتى الناس واحنا ماشيين في الشارع، يا كابتن ازاي يلعب تريزيجيه وهو لسه مش جاهز؟ تريزيجيه طبعا يعني لعيب جامد جدا. وياما ده وصلنا كاس عالم وحاجه جميله مع زمايله يعني. صح. فرمضان سليم ومحطه كويسه يعني، وانت بتهاجم ممكن يقف، وممكن هو اللي يعمل بقى الباصه لمحمد صلاح برضه لما بيقف وبيشق لجوه، ومحمد صلاح بيقطع يروح عاملها له، يبقى عاملها له. لان هو كابتن، هو حاجه خطيره جدا انك انت لما زيزو بيستلم محمد صلاح بيخش من بدري، فانت المفاجاه بتاعته راحت.
صح. والموهبه بتاع الحته اللي بيتميز فيها راحت. احنا بنشوف لما بياخدوا كره من على الطرف واثنين ثلاثه بيجوا عليه بيرقصهم، عنده من الموهبه والمهاره والتحجيز على الكوره اللي يقدر يعمل يعدي من الاثنين الثلاثه دول. تمام كابتن ماهر، برضو اعرف رايك في المستوى الفني للبطوله وتشكيل منتخبنا الوطني من وجهه نظرك. يعني بص يا اسلام، يعني الفرق اللي هي مصنفه السته اللي هم مصنفين بالنسبه لكاس العالم رقم الف، يعني انا شايف السنغال يعني مش من المستوى اللي كانت على السنغال مخيف بصراحه، يعني مخيف. نيجيريا نفس الكلام، الكاميرون حتى اللي هي صاحبه الملعب وصاحبه البطوله. افضل فريق شايفه مين يا كابتن؟ انا شايف المغرب افضل فريق. المغرب يعني من الفرق العربيه بصراحه اللي واقف على حيلها، اللي بتلعب بسيستم منظمه، في تواضع بشكل كبير جدا للعيبه المحترفين، في روح قتاليه عاليه جدا بالنسبه لهم في ادائهم، وده يمكن اللي مميزهم بشكل كبير. ف بتمنى بقى اسلام احنا بالنسبه لنا حته الروح تزيد شويه قوي قوي. يعني احنا شفنا تونس المباراه اللي فاتت الروح القتاليه العاليه اللي لعبوا بيها، شفنا النهارده المغرب بالروح القتاليه العاليه اللي لعبوا بيها. فاحنا مش اقل من كده. حته الروح دي يا اسلام هتفرق معانا قوي، هتفرق معانا جدا جدا جدا. هتبقى انا في رايي هتبقى 99% من مكسبنا بكره ان شاء الله الروح القتاليه والدوافع. مين يلعب بقى اللاعبين؟ انا شايف الشناوي في حراسه المرمى، شايف عمر كمال باك رايت، ايمن باك ليفت، اثنين مساكين حجازي وعبد المنعم، سته هاف ديفندر فتحي حمدي فتحي، على يمينه زيزو، على شماله السوليه، محمد صلاح هو هيلعب بمصطفى محمد على اساس انه دايس في المباريات، وشريف بياخد يا كابتن عادل بياخد حاجات قليله يعني 10 دقائق. غالبا بكره هيلعب مصطفى محمد ومحمد صلاح ومرموش. ما هو صلاح مصطفى هو تقريبا ده التشكيل او يعني ايمن اشرف بالظبط، على اساس ان هم دول ايمن اشرف يزقوا يعني لقدام ويلعب فتوح. هم دول اكتر ناس واخدين ثقه من بدايه البطوله. وزي ما احنا قلنا الثبات مهم قوي جدا في التشكيل بصراحة. فانا شايف ان هو ده دي المجموعه اللي ممكن تكون تبدا من بدايه المباراه، واي اختيارات من مستر كروشي اللي احنا بس زي ما بقول لك ان شاء الله يبقى الدوافع بتاعه اللعيبه الروح القتاليه العاليه في هذه المباراه هتفرق معانا بشكل كبير جدا اسلام في مكسبنا لهذه المباراه. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا. زي ما قلت لحضراتكم مصر كلها بكره هتتفرج الساعه 6 على مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب ساحل العاج. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن مال على وجود حضرتك معانا. هطلع فاصل، وبعد الفاصل الحنفي وايشو في البيت الكبير زي ما قلت لحضراتكم، واي اسئله حضراتكم عايزين تسالوها للشباب اللي هيكونوا موجودين معانا بعد الفاصل. الحنفي وكيشو مع الشاطر ده الهاشتاج اللي حضراتكم تقدروا تبعتوا عليه كل الاسئله. هستنى حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل.